موقع أصوت أنت قلت أن عاصف عبد الماجد قتل 118 وهذا كلام غير صحيح. في أصوت قتل حوالي 115 نصفهم من المدنيين. الناس عيب عيب يا اخ عاصم، انت مش صغير، ده انت ما حصلتش طويل بعلم يا راجل عشان تقول الكلام ده. والله هو عاصم عبد المجيد ده هو تاجر فراخ، ملوش دعوه بالشريعه ولا بالشرعيه ولا دي.